بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده: تعرف ترسم الناس من غير ما تشوف عيوبهم؟ تعرف تشوف الناس وما تشوفش عيوبهم؟ ازاي يعني؟ ما هو العيب قدامي. ما انا مشكلتي مع الناس ان انا دايما شايف عيوبهم. ده هو مشكلته مع مراته، ان هو كل ما بيشوفها بيفتكر العيوب اللي فيها، فما عادش قادر يبتسم في وجهها بسمه امل، وما عادش يعرف. وهو مشكله الابن مع ابوه امه ان هو مش شايف الحاجات الجميله اللي عملوها له، ودايما بيشوف الحاجات الوحشه اللي هما بيعملوها معاه. مشكله الحقيقه. أحكي لكم قصة. بيقولك إن كان في ملك، والملك دون بعين واحدة، كان حصلت له حادثة وهو صغير، فعين واحدة بس اللي بتشوف، والعين التانية مطموسة كده، أو يعني حاطط عليها حاجة علشان يعني شكلها باين إنها شكلها وحش، بعين واحدة يعني. وبعدين نتيجة الحادثة اللي كانت حصلت تحت العين ده، العين اللي هي دي، في زي خط كده شكله وحش قوي، فيبدو إن الملك اتعقد شوية وشكله ده مضايقه، رغم انه كان ملك عادل. لكن الناس دايما وهي بتفتكر عدله بتبص على وشه، وهو فاهم ان هم بيركزوا. عارف لما تبص في وش واحد وتقوم باصص مركز على مكان الخطأ، فالملك عنده مشكلة رغم انه عادل، لكن للأسف الناس مركزة. الملك ده كان له هوايات، من هواياته ان هو بيحب يصطاد الطيور، ويمكن ده هو كان سبب الحادثة. المهم الملك حب يعدل شكله وصورته قدام الناس، فدعا مجموعة من الفنانين اللي بيرسموا صور شخصية كده بورتهات حلوة، وقام قايل لهم: أنا عايزكم ترسموا لي صورة من غير ما تطلع عيوبي في الصورة. يعني ايه من غير ما نطلع عيوبك؟ قالوا له: ما احنا مش هنعرف، ما انا لو جيت طلعت العين موجودة هيطلع شكل صورة واحد تاني مش صورتك انت، فانا عشان اطلع صورتك لازم هطلعك بعيوبك. ما عجبوش كلام الرسام الاولاني ولا الرسام التاني، ولا ما فيش حد، مش عارف يعمل ايه. طب هيتصرف ازاي؟ لغايه ما راح لفنان في الاخر، الفنان قال له: طبعا انا اقدر ارسمك صوره جميله وفي غايه الروعه من غير مشاكل. قال له: ازاي؟ قال له: انا هرسمك. تخيلوا عمل ايه. رسم الملك واقف وماسك بندقيه صيد، مغمض حاططها على عينه، ومغمض العين اللي بيضرب بيها، وعينه التانية مفتوحة، وبكده مخبي العيب اللي تحت عينه لأن حاطط البندقية على عينه التانية. فاهمين الفكرة؟ صوروا ورسموا وهو بيضرب بالبندقية، فطلعت الصورة فعلا ملامحه الحقيقية، وعينه التانية متغطية بالبندقية، وشكله فارس وصياد ماهر. مسك الملك الصورة وعجبته جدا جدا جدا، بدأت تتحط بين الناس في الشعب، فالناس بدأت تفتكر عدل الملك وتنسى الصورة الوحشة. أنا بحكي لكم الحكاية دي ليه؟ أنا بحكي لكم الحكاية دي عشان إحنا جماعة دايما بنحاول نشوف عيوب الناس، وبننسى الصورة الحلوة اللي ممكن نشوفهم بيها، وبنقعد نركز ونحط في خيالنا الصورة السيئة ونركز عليها. ممكن تسطروا الأخطاء بتاعت الناس، ممكن تسطروا عيوب الناس، مش قدام الناس، تسطروا عيوب الناس في ذهنكم. الله، تعرف تمحي الصورة السيئة اللي انت شايفها لمراتك، اللي انت شايفها انا آسف احيانا لأبوك وأمك، وتحط الصورة الجميلة، تحط الحاجات الحلوة اللي عملوها. تصدقوا ان النبي صلى الله عليه وسلم له حديث بيتكلم عن علاقة الرجل بمراته، وازاي ان هو لازم يفكر بالطريقة دي. بص النبي بيقول ايه: لا يكره رجل امرأته، محدش يكره مراته، اذا كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر. لو متضايق منها في خلق معين، طب ما هي فيها حاجة ممكن توزن وتشوف الحاجات الحلوة اللي فيها، ممكن ترسم صورة ايجابية، ممكن تعلي في عقلك الباطن الصورة الايجابية لنفسك كمان على فكرة وللآخرين، وتقلل السلبي علشان تسعد وترسم بسمة امل في عقلك الباطن لنفسك وللآخرين. بسمة أمل، ارسم صورة إيجابية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.